كما يقولون أراده أراد أن يتسلمها متوضئة، أو أراد أن يسلمها للشعب المصري متوضئة طاهرة خالية من الإرهاب. تمام، هذه العملية التي نراها الآن والتي قد يكون دورنا ونحن بعيدين عن أرضها أن ندعو لمن يقاتل، أن ندعم من يقاتل، والأهم من ده أن نصدق من يقاتل، لأنه الجندي الضابط الذي يقف في أرض المعركة لا يحتاج كثيرا ممن يعيشون في الجبهة الداخلية، فقط يحتاج أن يؤمن من يعيشون في هذا الوطن بأنه يقدم دمه بشكل صادق له. مسألة مش محتاج كتير، هو الراجل بيحارب وبيقدم روحه ودمه وحياته ومستقبله ويمكن أسرته وأولاده حتى يعيش باقي هذا الشعب، فلا أقل من أن يؤمن هذا الشعب بما يقوم به جيشه. العملية الشاملة سيناء 2018 الحقيقة هي عملية ضمن سلسلة عمليات خاضها الجيش المصري والشرطة المصرية ضد الإرهاب، وعايز عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين السلسلة ماشية ازاي، وانه هذه المعركة ان شاء الله تكون المعركة الأخيرة بتعهد الجيش وبما يحدث على الأرض الآن.